بالمناسبة أنا بقول لحضراتكم خبر، أنا بقول لحضراتكم خبر، كلاتنبرج عنده قاعدة بكرة مع اتحاد الكرة عشان يطفشوه. من الآخر، من الآخر أنا بقول لحضراتكم اللي هيحصل بكرة، جايبين كلاتنبرج يقعدوا معاه عشان يطفشوه. معرفش بقى هيقولوا له ايه مستوى التحكيم، وهيفضلوا ماسكين له كل حاجه، وهيفرضوا عليه بعض الاسماء اللي لازم تبقى موجوده معاه في لجنه الحكام. عشان لما حد يقول له اقع اقع ويقع يتحسب له ركله جزاء، ما انا هاخدها كده. اخدها ازاي طيب؟ اخدها ازاي؟ اجتماع بكره علشان ده الاخبار اللي عندي وده اللي انا عارفه بالمناسبه. ممكن تكون معلومات خاطئه، ما نشوف، نستنى لبكره ونشوف. الاخبار اللي عندي ان بكره جايبين كلاتنبرج هيمسكوه يدوله علشان الراجل يزهق ويمشي. انت قاعد بره مصر، انت بتاخد دولارات واحنا ما عندناش، انت الحكام وحشين، الاخطاء الكتير، اتكلم معاه في الاخطاء، اتكلم معاه ان هو قاعد بره مصر، ولكن خلي الراجل يكمل تجربته بدل ما نرجع تاني. ولا انتوا عايزين ترجعوا اقع يبقى يقع وتتحسب توت اجري واحسب. الحقيقه مواضيع كتيره جدا زي ما قلت لحضراتكم بتحصل خلال الفتره اللي فاتت، ولكن كلها مواضيع سلبيه. كنت اتمنى ان انا اطلع اتكلم مع حضراتكم في الحاجات الايجابيه اللي النادي الاهلي بيعملها في احترام النادي الاهلي ومبادئه واخلاقه، لكن عموما اتمنى ان ده يحصل خلال الفتره الجايه، لانه في النهايه زي ما حضراتكم بتشوفوا هنا او زي ما حضراتكم شفتوا في ازمه لاعب نادي الزمالك سيف الجزيري مثلا، عرفتوا ان بيحصل تلاعب ولا ما عرفتوش؟ على حسب الاهواء، على حسب الاهواء، في ظلم وفي فساد بيحصل ومفيش شفافيه. حرام عليك يعني، والله بجد كرة القدم المصرية تستحق أكتر من كده وأفضل من كده بكتير جدا 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 خلال الفترة اللي جاية.